الاهلي يواصل الانتصارات ويفوز بالانتصار ال14 علشان يبقى 42 نقطة في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، ورسميا بيقول لنا قولوا على الدوري السلام وسلام لكل فرق الدوري. بنقول من دلوقتي مبروك للاهلي الدوري رسميا، خلاص بالجولة ال14 بنقول لكم الاهلي قرب جدا 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 يحسم الدوري. هقول لكم ليه قرب يحسم الدوري في قلب الحلقه، في قبل ما نخش في الحلقه هنتكلم في كل حاجه النهارده. هنتكلم ليه فايلر لعب بودلا، ليه فايلر بيلعب بالشكل دون، ازاي الاهلي بيقدم المزيكا دي، هنتكلم في كل حاجه. فقبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان بيجي لك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. الاهلي النهارده بدا بالتشكيله المعتاده بتاعته اللي هي 4-2-3-1. بدا محمد الشناوي، محمود متولي، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، السليه وديانجو، قدامهم قفشه، وعلى الشمال جيرالدو، وعلى اليمين بيلعب احمد الشيخ، وقدام بيلعب بجونيور ابيه. الاهلي بيقدم مزيكا، الاهلي بيقدم مزيكا ليه؟ لان الاهلي خلاص عرفناه وحفظناه ان اي فريق هيخش قصاده بيلعب على النقطه وانه يقف في نص ملعبه ويدافع ونعاز يطلع الماتش بنقطه هيخسر. ليه؟ لان الاهلي اول ما بيلاقي الفريق اللي قصاده خايف واقف متكتف في نص ملعبه وخايف يجي في جول وعايز يطلع نقطه الماتش، هيضغط عليه وهيقول له انا هكسبك يلا وروح شوف انت بتعمل ايه. ده اللي هيعمله الاهلي حرفيا. الاهلي النهارده كنا بنشوفه اللي انت الشكل العام من بره، لما تلاقي الاهلي بيعتمد على الاطراف هتقول ايه ده يا معلم، ده شكل كده طالع الجيش بيحاول يتكتب من العمق وبيحاول يقفل العمق عشان يزنوا الاهلي من على الاطراف. لا يا معلم، الاهلي بيلعب على الاطراف بمزاجه. فايلر محتاج ان هو عايز يشوف الاطراف، محتاج عايز يشوف جيرالدو اللي هو بيديله فرصه، عايز يشوف احمد الشيخ اكتر واكتر، عايز يشوف الاطراف بتاعته، عايز يدي فرصه للاطراف بتاعته وعايز يشوف. عشان كده كان بيعتمد على الاطراف، وكان اعتماده على الاطراف كمان انه يعتمد على العرضيات، مش العرضيات اللي على العرضيات في الجو، لا عارف ان جونيور اجايه المهاجم اللي بيجي له من ورا لقدام ووشه وبيكون، عشان كده بيلعب له عرضيات على الارض. جونيور اجايه اللي بيلعب النهارده مهاجم انه عايز يشوف المهاجم اللي بيجي من ورا لقدام، خلاص هو شاف مروان محسن مهاجم المحطه كذا مره كذا مره ورا بعض، فمحتاج يشوف المهاجم اللي بيجي من ورا لقدام، وده اللي شافه النهارده في جونيور اجايه. جونيور اجايه المميز فيه عن مروان محسن ان مروان محسن المهاجم اللي بيستلم بضهره ويبتدي هو يحرك الوجات ويحرك اللعيبه اللي جايه من ورا، لكن مميز في جونيور اجايه ان جونيور اجايه لما بياخد الكوره او لما بيجي من ورا لقدام بيجي بوشه. جونيور اجايه ما بيجيش بظهره كده، لا جونيور اجايه الكوره لما بتتلعب العرض لا جونيور اجايه جاي بوشه مش بيستلم ويشغل ناس اللي ورا، ودي بانت في الجون الاول لما جيرالدو اداها لعلي معلول، علي معلول اللعب عرضيه على الارض، جونيور اجايه دخل تاب ان على طول جاي من ورا لقدام بوشه حط الكوره جون على طول وخلص جاب الجون الاول. لما جاب الجون الاول من الحته دي الاهلي كان بيعتمد اصلا على عرضيات على الارض مش بيعلق كوره في الجو، عشان عارف ان جونيور اجايه مش الجامب بتاعه مش عالي مش عارف يجيب الكوره في دماغه، فابتدى يعتمد على العرضيات على الارض، وكان بيحاول برضه يعمل جمل ناحيه اليمين وجمل ناحيه الشمال ويعمل ثنائيات. جيرالدو وعلي معلول بيحاولوا يعملوا ثنائيه مع بعض زي مثلا ثنائيه علي معلول ورمضان صبحي قبل الاصابه، والناحيه الثانيه احمد الشيخ ومحمد هاني بيحاولوا يعملوا برضه ثنائيه مع بعض. ده كله وده اللي بحكي لكم فيه ده كله، طلاع الجيش ما حاولش حتى يهدد مرمى الاهلي طول الشوط الاول، طلاع الجيش ما راحش عند مرمى الاهلي. الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره، قفشه بيعمل كل حاجه في الكوره، جيرالدو بيحاول يعمل كل حاجه في الكوره، احمد الشيخ بيستلم ويعدي ويعمل كل حاجه في الكوره، جونيور اجايه بيجيب جول، علي معلول ومحمد داني حتى لما بيتقدموا لقدام بيرفعوا عرضياته بيجيبوا منها اجوال. الشوط الاول هو انتهى 1-0 بس الشكل بتاع الاهلي بيقدم كوره عاليه قوي قوي قوي، مفيش حد في الدوري بيقدم الكوره الاهلي بيقدمها. الاهلي بينزل قدام اي فريق بيقول احنا هنكسب كام النهارده يا رجاله، مش هنكسب ولا لا. الاهلي في السنين اللي فاتت او الجمهور الاهلي في السنين اللي فاتت كان عنده شك كبير جدا في المدرب، واي نعم السنه دي في شويه شك في المدرب وفي شويه تساؤلات عند فايلر. شويه تساؤلات ايه هي بقى؟ اول حاجه ان ليه بادجي مش بياخد فرص؟ النهارده شفنا لما مروان محسن ريح على الدكه اللي نزل لعب هو جونيور اجايه مش اليو بادجي، محدش فاهم ان بادجي ليه ما بياخدش فرصه كاساسي لحد دلوقتي ممكن. والحاجه الثانيه عايز اقول لكم فيها بعد كده اقول لكم ليه الاسباب، كهربا برده لحد دلوقتي ما لعبش اساسي، هو بيلاعب لحد دلوقتي احمد الشيخ وجونيور وجيرالدو. ليه كهربا ما خدش فرصه اساسيه لحد دلوقتي في ظل غياب رمضان صبحي؟ هقول لكم ليه ممكن يكون فايلر ما بيلعبش اللعبه دي اساسي. هقول لكم في الاول لما محمود متولي جه ولما ياسر ابراهيم جه ولما اليو ديانج جه، اللعيبه دي لما جت الاهلي ما دخلتش التشكيل الاساسي على طول.
اول ما جم الاهلي ما شفناش اللعيبه دي في التشكيل الاساسي. اليو ديانج فضل قاعد كتير على الدكه وكله كان متسائل ليه اليو ديانج ما بيلعبش. كان بيلعب وقتها بيلعب بحمدي فتحي وبيلعب بعمرو السوليه، فاحنا كنا مش فاهمين ليه ما بيلعبش اليو ديانج، وكان في تساؤل كبير جدا ليه اليو ديانج ما بيلعبش. كنا بنسال برضه اللي كان بيلعب ورا برامي ربيعه وايمن اشرف ليه، بنسال محمود متولي وياسر ابراهيم ليه ما بيلعبوش. بعد كده بعديها بشويه انا ابتديت ترجم وابتديت افهم ان فايلر بيحاول يشرب اللعيبه ديت الطريقه بتاعته، مش عايز يجيب لاعب ويرميه في الملعب ويحرق الجمهور، لا انا اخلي اللاعب شويه ابتدي اديله نص في ربع في تلت، نص في ربع في تلت، لحد ما لحد ما يشرب الطريقه بتاعتي ولحد ما يبان اللاعب دوت هيعرف يطبق طريقتي في ارض الملعب. بعد كده يديله الكريدت الاساسي، خليه يلعب اساسي. احمد الشيخ لما جه ما خدش فرصه على طول، احمد الشيخ فضل لحد ما شرب طريقه فايلر، بعد كده ابتدى يلعبه ما بقاش يلعبه اساسي في كل الماتشات. هو النهارده اي نعم ممكن تلاقي اللعيبه ممكن في ناس منها من التشكيل الاساسي، لكن الشكل العام الاهلي بيلعب بيه اللعيبه فعلا الصف الثاني. انت بتشوف ناحيه اليمين عندك الباك اليمين الاساسي احمد فتحي، وانت بتلعب محمد هاني في الدوري. عندك الناحيه الثانيه علي معلول اي نعم هو الاساسي بتاعك، بس بتبدل عليه بايمن اشرف ومحمود وحيد. اللعيبه اللي قدام في الهجوم عندك دي مش اللعيبه الاساسيه، بتلعب مهاجم اساسي نوعا ما مروان محسن النهارده، بتلعب بجنرال جي، بتلعب بايكا وينج، وبتلعب حسين شحات كوينج ناحيه اليمين، النهارده بتلعب باحمد الشيخ وجيرالدو، بتلعب قدام كمهاجم جنرال جي برده الصف الثاني. اللعيبه بقى اللي ملهاش بديل هي لعيبه نص الملعب. المفروض نص الملعب الاهلي عنده حمدي فتحي، محمود محمد محمود، كريم نيدفيد، وقالي ديانج، وي كمان عندك عمرو السوليه، وصالح جمعه، وقفشه. اللعيبه اللي بتلعب اساسي هم قفشه وديانج، قفشه وديانج وعمرو السوليه. اللعيبه الباقيه صالح جمعه مفيش اي التزام ووزنه زايد، حمدي فتحي وكريم نيدفيد وكمان محمد محمود ربنا يرجعهم بالسلامه وربنا يشفيهم من الاصابه. فانت كده اللعيبه بتاعت نص الملعب هي اللي ما عندهاش بديل، اليو ديانج وعمرو السوليه ما عندهمش بديل، فبيلعبوا كل الماتشات سواء دوري او كاس او دوري ابطال. لكن الاهلي فعلا في الدوري بيلعب بالصف الثاني، هتشوف اللعيبه اللي بتلعب دي، اللعيبه دي بتلعب علشان تتجهز تكون بدايل في افريقيا، ما تبقاش اساسي حتى في افريقيا. فالاهلي بيلعب بالصف الثاني وبيقدر يكسب في الصف الثاني في الدوري. فانت عندك مشكله كبيره او عندك ميزه كبيره جدا ان انت حتى بالصف الثاني بتقدر تكسب. حاجه مميزه جدا في الاهلي، الاهلي بيقدم مباريات عالميه، بيقدم شكل عالمي، بيعمل شكل كويس جدا في الدوري، ان شاء الله في افريقيا يقدر يصعد من صن داونز. فالاهلي كويس، الاهلي مفيد، الاهلي 100 وعلى العالي، والجماهير المفروض تطمن جدا وتبتدي تفكر في افريقيا. الاهلي لو حصل الدوري بسرعه او حصل الدوري بدري هيقدر يركز في افريقيا اكتر. هو دلوقتي حتى في الدوري بيلعب بالصف الثاني وبيجهز اللعيبه الاساسيه لافريقيا بس، لكن لو حصلت الدوري ممكن تريح كمان لعيبه بالصف الثاني وتلعب بالصف الثالث وتريح الصفين للدوري الابطال. وبصراحه الاهلي وفايلر دماغه عاليه جدا جدا جدا، وفايد الاهلي جدا 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 جدا. بس ده كان رايي في ماتش طلائع الجيش والاهلي. هو مباراه ما فيهاش تفاصيل كتير، مباراه ما فيهاش كلام كتير، بس ده كان رايي في المباراه. قول رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول توقعاتك، هل الاهلي هيقدر انه يخلص الدوري بسرعه وانه يحسم الدوري بسرعه، ولا ممكن فريق او فريقين يقدروا يعطلوا المسيره دي ويقطعوا سلسله الانتصارات اللي مكملها الاهلي؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وانت سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا على الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، شكرا، الحلقه الجايه سلام.